بعض ما الحكم الشرعي في الذي يضرب أولاده ضربا مبرحا وهو في بيته ليربيهم؟ طبعا ضرب المبرح لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تحدث عن ضرب الأبناء مرة واحدة في الحديث، وفي قضية ضرب النساء ضرب الطفل في ترك الصلاة، وهي الحالة الوحيدة التي وردت في وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل قد يقصر الإنسان مرات على ما يتعلم الإنسان غير كل يوم عند الكوميسارية في الدار والزقاء وكذا، فهذا يؤدي إلى جفوة ويؤدي إلى، وكثر بعض العلماء اللي تكلموا في التربية بينوا أن بأن هذا قد يكون ضارا بشخصية الطفل، أي الضرب الكثير قد يكون ضارا بشخصية الطفل. ولذلك قيل إن النفسية اليهودية هي قائمة على الضرب، لأن التوراة وفي تعاليم التوراتيين فيها اضرب ولدك مرات متعددة، فذلك هذا الضرب يعلم الطفل إما الكذب وأما النفاق، فباش ما يسلك من الضرب خصو يكذب، غادي يجاوبها ورفد له كذا كذا، غادي أبو ولدك كذا كذا يكذب، فيتعلم الكذب من بعد يتعلم النفاق، وهذا أمور دائما يجيها، هذه تسمى أخلاق الخوف، أخلاق اللي يجي به الخوف. فالأولى أن يكون هناك رعاية مستمرة ومتابعة دائمة للطفل.